السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله في الفيديو ده هنتعرف على طريقة سهلة جدا نقدر من خلالها إن احنا نعمل تكبير أو تصغير لشاشة الكمبيوتر وفي ثانية واحدة بس، تمام؟ زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض كده، أنا بقدر إن أنا أعمل تكبير، تمام، وكده بقدر ان انا اعمل تصغير بمنتهى السهولة. طيب انا عملت دلوقتي التكبير والتصغير ده ازاي؟ انا بعمله باستخدام 3 ازرار موجودين عندنا على الكيبورد. ايه هما الـ3 ازرار دول؟ في زرارين بنستخدمهم للتكبير وزرارين بنستخدمهم للتصغير، تمام، اللي هم ايه؟ على الزرار اللي عليه علامة الويندوز بستخدمه مع الزائد، تمام، مع زرار زائد بيعمل تكبير، ولو استخدمته مع زرار ناقص بيعمل تصغير زي ما احنا شايفين كده. فبنقدر نعمل تكبير او تصغير لشاشة الكمبيوتر في ثانية واحدة بس باستخدام الـ3 ازرار دول اللي موجودين عندنا على الكيبورد. وبكده بكون وصلت لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.